العاصمه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان والجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ومنظمه العفو الدوليه المغرب يخلدون هذا اليوم الذكرى 68 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، وهو العيد الاممي للحركه الحقوقيه. يصادف هذه السنه كذلك سعود دوجانبير، وهو اليوم العالمي لحمايه المدافعين عن حقوق الانسان. تخليد هذه الذكرى هذه السنه يتزامن مع رده حقوقيه يعيشها المغرب، فهناك نكوص في مجال حقوق الانسان على كل المستويات: الحقوق المدنيه والسياسيه، الاقتصاديه، الاجتماعيه والثقافيه والبيئيه. فيما يتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه هناك تراجع خطير في الحقوق الاساسيه. اعتقد ان الحركه الحقوقيه من خلال الاحتفال بهذا اليوم مطالبه بالرد عن التراجعات التي تمت ليس فقط في السنه الفارطه 2016 التي نعيشها الان، ولكن خلال هذه الولايه ككل. نحن هنا للمطالبة الحكومة المغربية وحكومات جميع دول المنطقة والعالم بضمان المزيد من الحريات، الحريات الفردية. لقد السنة التي خلفناها عرفت الكثير من الانتهاكات، خاصة في مجال التضييق على حريات المدافع عن حقوق الإنسان، تضييق على الصحفيين وكل الأصوات الحرة التي كانت لها الجرأة لانتقاد السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان. فكفى من تضييع الفرص، لقد استمرت الانتهاكات وكذلك استمر الإفلات من العقاب، ونحن كمدافع عن حقوق الإنسان مطالب كذلك أن يتم إصلاح القضاء إصلاحا جذريا، فهو الضمانة الوحيدة لضمان كل الحريات والحقوق. Alex, sit down.